ما هو رأيك بكوميديا أحمد البشير؟ كوميديا أحمد البشير كوميديا متفوقة جدا، يعني وتحديدا الموسم الفات والموسم هذا الجديد اللي هو البشير شو أكس، بصراحة كان يعني من أجمل المواسم. أحمد شغله سابقا شغل رائع، لكن لا يعني لكن لا يقارن بعمله بالموسم الفات والموسم الحالي، يعني بصراحة تفوق على نفسه يعني. وأنا واحد من الناس أبدا 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 ما أفوت حلقة من حلقات أحمد البشير، خصوصا مثل ما قلنا أنه الموسم الأخير اللي هو خاص بالانتخابات برصد قوي، يعني رصد لأمور يمكن إحنا ما شايفينها، لكن لأنه هو عنده فريق من الباحثين فممكن جاي يلقطون قضايا جدا مهمة وفعلا جاي تفيدنا، يعني أنه فعلا جاي تفيد ناس أنه مثلا ربما خالين بالهم على ناخب معين، خالين بالهم أنه هو ممكن يكون شخص ثابت على موقفه ومشاكل، لكن برامج الرصد مثل برنامج احمد البشير ممكن يفيدنا في مثل هذا المجال يعني. نعم احمد انه فعلا جاي يطلع حقائق. انت ذكرت احمد البشير، ما ذكرت على احمد البشير في الموضوع يرصد تصريح ويضحك عليه، اليوم لا. طيب. اليوم احمد جاي يطلع حقائق لربما غايبه عن هواي ناس او ما منتبهين لها، هو جاي يجي يجمعها. طيب وهذا هو سر يعني نجاح احمد البشير في الموسمين الفات والحالي، يعني كان جدا رائع يعني. انت 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 ذكرت احدى اللقاءات موجودة على اليوتيوب تحديدا مؤرشفة يوم 30/10/2017 ظهورها على اليوتيوب، ذكرت سألوك على أحمد البشير، قلت أحمد البشير من حقه يحكي على أي شخصية كانت، مين اجى هذا الحق وشون طيته هذا الحق، شنو اللي شفته موجود انت ضمن اختصاصك انه شفت انه أحمد البشير إلا الحق انه يحكي على أي شخصية؟ بالمناسبة هذا الفيديو موجود على اليوتيوب مؤرشف 30/10/2017 تدقيقا. لا انا اتذكر هذا اللقاء. نعم. لا تحديدا هو ما كان عن اي شخصيه. قالوا لي شنو تقول باحمد البشير؟ نعم. وطريقه التناول مالته، وخصوصا انه عليه كلام انه يتكلم عن الحشد ومشاكل. فانا قلت الكلام التالي، قلت انه احمد البشير مو من حقه انه يتكلم عن المواطن. نعم. او عن المنتسب في الحشد الشعبي. مواطن منتسب في الحشد الشعبي، هذا مو من حق احمد البشير. ليش؟ لان هذا مواطن، هذا الشخص هو تبرع وقاتل للبلد. صحيح. فمو من حق لا أحمد البشير ولا غيره أنه يتكلمون عن المواطن، لكن السياسيين المتصدين للمسؤولية لا، من حق أحمد البشير أن يتكلم عن أي شخصية من هؤلاء. ليش؟ لأنه هذا هو أصلا متصدي لعمل عام، هو أصلا مقدم نفسه للمسؤولية، هو مقدم نفسه للقيادة، فعليه أن يتحمل كل أنواع النقد من كل المواطنين من كل الإعلاميين ومشاكل. خلاص أنت صرت شخصية عامة، فعليك أن تتقبل النقد. أما أنه تكون شخصية عامة، شخصية مسؤولة، شخصية سياسية، وتغلف نفسك بإطار معين لربما إلى علاقة بالدين، إلى علاقة بالجهاد، إلى علاقة بكذا، وتقول أنه أنا خلص بسبب هذا الغلاف، صحيح أنا شخصية عامة لكن ما أنتقد، هذا خطأ. فبالتالي أنا الكلام اللي قلته، قلت أنه أحمد البشير من حقه أنه ينتقد أي شخصية سياسية مهما كانت مغلفة بدين أو مشاكل، لكن كمواطنين مو من حقه أنه ينتقد أي مواطن أو ينتقد أي منتسب في الحشد الشعبي. وأعتقد انه احمد البشير يمكن متكلم بهذا الموضوع وقال انه احنا ما ممكن انه فعلا ننتقد المواطنين او ننتقد المنتسبين للحشد الشعبي، لكن القيادات السياسيين الكبار، الناس اللي رؤساء الاحزاب مهما تغلفوا لازم انه واحد ينتقدهم. انا مع هذا الطرح. صح.